السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم أصدقائي الأعزاء؟ إن شاء الله بخير، دعائي لكم بالصحة والسلامة والتوفيق والربح الدائم إن شاء الله. اليوم نراجع للمرة الثانية موقع التأذين السحابي الروسي الجديد، موقع ميتزر. المراجعة سويناها بناء على طلب بعض الأصدقاء اللي مستجدين بعالم الربح الإلكتروني، وبعض الأصدقاء اللي أيضا ما يعرفون طريقة التسجيل مستجدين على الكمبيوتر وطريقة التسجيل بمواقع الإلكترونية. وأيضا راح نتمم عملية سحب مباشر من الموقع على محفظة باير إن شاء الله. قبل لا نبدي بالمراجعة شباب، أتمنى منكم دعم القناة بالاشتراك بها وتفعيل جرس الإشعارات للتوصل بأحدث الفيديوهات. شباب إن شاء الله الرابط راح تلقوه أسفل الفيديو، ونشوف طريقة التسجيل بإيجاز. طبعا للعلم الموقع ما يقبل التسجيل مرتين، وبرامج البروكسي راح يتعرف عليها بسهولة، بس راح نجرب حتى نسهل العملية على الأصدقاء الجدد. راح تفتح معك هاي الصفحة إن شاء الله، وتضغط على ريجستريشن. راح تشوف معلومات التسجيل، طلب معلومات التسجيل. راح نضغط على في خانة اللوجن، نضع اليوزر نيم والايميل والباسورد مكرر مرتين، ونحل الكابتشا اللي هي عبارة عن ارقام، ونضغط على ريجستر. راح نشوف بأعلى الصفحة شباب ملاحظة الموقع عن قبول التسجيل او رفض التسجيل لأحد الأسباب. قبول التسجيل راح نشوف علامة لون أزرق، ورفض التسجيل لأحد الأسباب، يعني إذا كان مشغل أي بي تسجيل مرة ثانية، أو إذا كان اللوغن أو الباسورد أو الإيميل خاطئ. راح نشوف في أعلى الصفحة. وشباب ما قدرت أسوي تسجيل جديد مرة ثانية، فراح نتحول للصفحة، بس مجرد وضحنا لكم طريقة التسجيل. حاليا احنا بالصفحة الرئيسية للموقع، ونضغط على مينينج للدخول إلى الداشبورد، لوحة التحكم الخاصة بين لوحة التحكم تنطيك العملات اللي تقدر تعدنها، والنسبة المئوية اللي هي عبارة عن المراحل اللي موجودة بالموقع. كل مرحلة لها نسبة مئوية من قوة التعدين اللي تملكها. ليفل 2 تستطيع تعدل 100% من الهاش ريت اللي تملكها. حاليا انا ليفل 2 املك 100% قوة تعدين، وبعض المعلومات اللي نشوفها مثلا الليفل اللي انت حاليا تشتغل عليه، وكم باقي لك من الهاش ريت حتى توصل للليفل التالي. وهنا نشوف العملات الالكترونية اللي عدنها، وايضا عملة الدولار، وايضا تعدين الجيجا هاش. شباب الحلو بالموقع انه تقدر توزع قوة التعدين اللي عندك على اي عملة انت حابها. طريقة التوزيع، تروح على العملة اللي تريدها وتضغط على انتر ذا باور. راح يظهر معاك هذا المثلث، تمسك بالماوس وتنزل وتصعد. يعني انت تقدر او انت تقرر العملة اللي تريدها كم تنطيها من النسبة المئوية اللي تريد تعدينها. وراح تشوف على اليسار التغييرات اللي صارت على العملة اللي اذا تعدلها، واللون النسبة المئوية اللي باللون الأزرق هي النسبة اللي بقيت لك اللي تقدر تحولها على عملة ثانية. مثلا 39% بقت عندك قوة تعدين، تقدر تروح على عملة ثانية وتعدنها بنفس الطريقة. أيضا تضغط على Enter the Power وتبدأ تحرك وتتحكم بقوة التعدين. بعد ما تكمل وتتحكم نهائيا، تضغط على اكس للاغلاق. شباب للايداع راح نضغط على ريبلينش، راح تفتح معانا صفحة الايداع. الايداع يكون من 3 عملات الكترونية زائدا عملة الدولار. الحد الادنى للايداع مكتوب اسفل كل عملة كم تقدر تودع، حد ادنى للايداع. وعملة الدولار نقدر نودع من 3 بنوك 3 محافظ، اللي هي الفاير والادفي كاش والبيرفكت ماني. نختار الكمية اللي نريد نودعها، وراح يكتب لنا معاها كم قوة جيجا هاش نقدر نشتري من الموقع، ونضغط على ايداع. لشراء الجيجا هاش نضغط على باي جيجا هاش،
راح تظهر معنا صفحة نقدر نشتري منها حسب العملة اللي ودعناها بالموقع. راح نختار مثلا باير، راح نضغط المبلغ اللي يريد نشتري من عنده، راح يعطينا قوة الجيجا هاش ونضغط على باي. بالنسبة للإحالات شباب نضغط على بارتنر، راح يحولنا إلى صفحة رابط الإحالة وصفحة الإحالات الخاصة بك. رابط الإحالة تشوفه قدامك، والموقع ينطي مستويين من الإحالة. المستوى الأول 12% من قوة التعدين المشترى من الإحالة، والمستوى الثاني 5% قوة تعدين جيجا هاش. وينطي أيضا على كل إحالة استثمرت أو لم تستثمر كمية 5 جيجا هاش تنضاف إلى قوة تعدينك في الموقع. وللسحب شباب نضغط على withdraw، راح تفتح معانا صفحة السحب. حسب العملة اللي أنت معدنها تقدر تسحب. مجرد ما تضغط على العملة اللي معدنها انت واللي تريد تسحبها راح تفتح معاك حقول، هي اختيار مثلا الدولار، تختار البنك اللي تريد تسحب عليه، باير او بيرفكت او ادفي كاش. طبعا راح نسحب على باير لسهولة السحب، ونروح نجيب كود خاص بينا من محفظة باير ونخليه بالموقع. الكود ناخذه مثل ما تشوفون شباب، مجرد ان نخليه بالموقع راح نقدر نتمم عملية السحب. طبعا من تضغط على سحب هو راح يعطيك المبلغ اللي تقدر تسحبه مثل ما تشوفون، دولار و5 سنتات. هسه قابل للسحب عندي، اضغط على withdraw حتى نتمم عملية السحب. طبعا السحب ما شوفوا شباب، عملية السحب تمت ونطانا ملاحظة راح نترجمها للعربي. طبعا الموقع انسحب مو فوري، السحب يكون يدوي مثل ما تشوفون. ملاحظة تقول السحب يتم يدويا ويرجى الانتظار 24 ساعة لإتمام السحب. طبعا الموقع يدفع مدة أقل من هذه، وراح نقطع الفيديو حتى يوصل السحب ونرجع إن شاء الله نكمل معاكم الفيديو. رجعنا وياكم حبايب، الجزء الثاني من الفيديو. نشوف بعملية السحب. احنا الآن للحساب، هاي السحب اللي تممناه 8/3، ونروح على بنك باير. هاي المعاملة شباب 8/3 4/4 نفس اليوم 8/3. شكرا لكم شباب، أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. موقع تعدين يعني أشبه بالمجاني، حتى إذا حبيت تستثمر تستثمر شيء بسيط وتقدر تسحب. أتمنى دعمكم للقناة بالاشتراك بها ولايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.